السلام عليكم احبائي حبيباتي والمتتبعين ديالي وكاع اللي التحقوا بالقناه ديالي جداد، مرحبا بكم عندي وحتى القدام ما نساكمش. كنقول لكم عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا والعقبال العام الجاي ان شاء الله نكونوا بعد علينا هذا الوباء ونتغافروا العيد ونخرجوا وندخلوا كما بغينا. المهم انا راه دابا الخمسة ديال الصباح صورت لكم هذا الفيديو باش نحطو في القناة. قبل بغيت نقول لكم مبروك العيد قبل كل شيء، ويلا دابا ساليت وواحد الحلويات بغيت نشارككم معايا فيها، ويلا ساليت والحلوة الاولى اللي غادي نشارككم معايا فيها في هذا الفيديو وهي غريبة بالكركاح، كتجي معلكة وكتجي زوينة وتقليدية. هيا نشارككم فيها، هيا شوفوا كيفاش جات، كتجي غزالة وكتجي زوينة، كديروها في الحفلات وفي الأعياد. هيا شوف كيفاش جات دايرة، جات زوينة معلكة وفي نفس الوقت تشققات، تشققات ليا وجات زوينة. كديروها صغيرة هي كتكبر، وهي أصلا حلوة تقليدية كتجي كبيرة، يعني هذا هو الشكل ديالها التقليدي، حلوة 100% مغربية كتجي زوينة وكاع المدن كديروها. غادي نشارك معكم وفي الفيديوهات الاخرين غادي نشارككم واحد الحلويات بريستيج كيجيو راقيين وزوينين وسهلين في التحضير وحتى في المذاق، يعني اي واحد كيبغيهم الكبار ولا الصغار، واستعملت فيهم الشوكولات والكوك والكاوكاو. المهم ما نطولش عليكم، كنقول لكم مبروك عيدكم، تعيدوا وتعاودوا والعقبه العام الجاي تكونوا احسن من هذا العام، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. وما بغيتش نمشي الناس، غادي نمشي الناس شويه ونوض حتى العيد، كنت قبل ما الناس نقول لكم مبروك العيد اصدقاء ديالي، صديقاتي، عائلتي، احبابي، حبيباتي، كل المتتبعين ديالي وكل متابعين قناتي، كنشكركم وما تنساوش ديروا لايك واشتراك باش يوصلكم كل ما هو جديد. والان نمروا للمقادير وطريقه التحضير. المقادير اللي غادي نحتاجوا ليها هي نص كيلو كركاع، معلقه كبيره الزبده، نص معلقه ديال خميره الحلويات، نص معلقه يعني ما غاديش نديروها كامله باش ما تعطيناش مذاق الخماره وما تفرقعش لينا بزاف، وان فاني، ومعلقه كبيره ديال الكونفيتور مشمش، وجوج بيضات، جوج بيضات الا كان كميه بزاف ديروا ثلاثه، نص زلافه ديال السكر ما تكونش عامره حيت غنديروا السكر كلاسي والزهر وسكر كلاسي باش نفندوها في الاخر. الكركاع ديالنا غادي نحمروه باش يرجع زوين ويسهل علينا نخدموه. حمرناه في الفران، غادي نرجع نقول لكم المقادير. معلقه زبده كبيره، اون فاني، كاس ديال العنبه ديال الطحين، شوفوا هي شحال غادي تاخذ تدي معاكم، ونص معلقه الخميره، معلقه ديال الكونفيتور والزهر باش نكوروها بيدينا، وجوج بيضات. غنبداو بسنيده، غادي نخويوها على الكركاع ديالنا اللي حمرناه في الفران وطحناه، ما طحنوهش بزاف يعني غير هرمشوه ولا باش ما يجيكمش معجن صافي. كتبقاو تحركوه بهذه الطريقه هذه، انا هرمشته ما طحنتوش بزاف بزاف يعني حتى ولا عجينه. ها نتوما كما كتشوفوا فيه جا بحال لاباط، بحال بوط غدا موند ولا. غنزيد معلقه كبيره ديال الكونفيتور، صراحه كلشي رجع دابا ديال الكونفيتور حيت كتجي احسن من الجلوكوز. بيضات على حسب كميه الخليط، الا كان عندكم الكركاع بزاف تقدروا ديروا ثلاث بيضات، انا اكتفيت هنا بجوج بيضات. وغنبقى نخلط في الخليط ديالي بهذا الشكل كما كتشوفوا. غادي نزيد واحد نص معلقه ديال القرفه، النكهات على حسب الذوق، اللي كيبغي يدير لافانيل كيبغي يدير القرفه. هاد الحلوه تقليديه وقديمه، كنديروها في الحفلات في المناسبات، وكل اللي كيغيرها كيزيد فيها اللوز، كل اللي كيزيد فيها الجلجلان. الصراحه انا كنبغي الحلوه كتكون فيها حاجه وحده، يعني لا باللوز فيها اللوز الا بالكركاع تبقى بالكركاع باش الواحد يحس باللذه ديالها. هنا زدت واحد المعلقه ديال الزبده على
دائبه شويه على درجه حراره الغرفه باش تسهل عليا العجين ديالها. الا كان البرد من الاحسن تذوبوها عاد تخلطوا بها. وهنا ما استعملتش العجانه، ومن الاحسن تستعملوا غير يديكم باش تحسوا بالخليط. والطحين على حسب، الا جاتكم جاريه بزاف تقدروا تدي معكم الطحين اكثر، وإلا جاتكم قاسحه خفوها بالزهر. صافي كتبقاو تدعكوا فيها كتحسوا بها في يديكم. والحلويات ديال دوازتين من الاحسن ما تخدموهمش ديك الساعه ديالهم، يعني خليوها واحد الساعه ولا ساعتين عاد رجعوا خدموها. انا هذه خليتها في الثلاجه قبل الفطور، حتى مور الفطور عاد خدمتها. وهنا زدت هذيك النص المعلق نص ملعقه ديال الخميره، يعني نص كيلو ديال القرقاع غيدي معكم غير نص الملعقه ديال الخميره، ما ديروش الخميره كامله باش ما يجيش داك المذاق ديال الخميره حار في اللسان فاش كناكلوها، وفي نفس الوقت كيفرقع الغريبه كتجي مفرقعه بزاف. حنا ما بغيناش دوك التشققات يكونوا يعني بزاف تجي كلها مشققه، يعني يكونوا بحال البرك بحال الرعيدات زوينين. وهنايا ها هي مور الفطور ومر يعني شي جوج ساعات ولا ثلاثه الساعات عاد جبتها. وهنا حضرت سكر كلاسي سبيسيال، يعني شريته يعني ممتاز. بغيتو ديروه في الدار تقدروا ديروه في الدار، ولكن خلطوا معاه النشا حيت هذا سبيسيال كيكون فيه النشا ما كيكونش سكر، يعني حلو بزاف. ومن بعد نبقى نكورها وندير يدي هكا في الزهر ونكورها هكا في يدي باش ما تلصقليش العجينه حيت كتبقى تلصق. ونلوحها هكا في السكر كلاسي باش تشرب مزيان داك السكر وتجي بيضه. وما تكتروش السكر يعني فاش تخلطوها باش ما تجيكمش حلوه بزاف، يعني حيت كتولي تفند في السكر، يعني السكر دائما يبقى على حسب الذوق، يعني اللي ما يبغيش الحلاوه يقدر كاع ما يديرش الحلاوه، يفندها غير في السكر كلاسي وغادي تجي حلوه. هاد الملعقه كتساعدني باش نجبدها. ها نتوما كتبقاو تكوروا ورزات صغار، راها غادي تنفخ لكم المبتدئات عندك، وتبقاو ديروها في اللاطه وحده 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 حيت راه كتنفخ وكتكبر. وهنا كنبقى نفندها هكا بهذه الطريقه هذه باش تشرب هذاك السكر الثقيل، ودوروها هكا يعني باش تجي الحلوه ديالكم زوينه. هاد الغريبه كانت كتعملها الوالده ديالي في المناسبات، ومن بعد رجعنا كنكومونديوها. كانت عزيزه عليا هاد الحلوه، حتى الوالده كانت عزيزه عليها، وكانت كديرها في البراد فاش كيجي عندنا شي واحد كتجبدها من الكونجيلاتور هذيك الساعه بحال يلا درتيها، ولكن خصها تسكر، يعني الا تجبدت خصها تسكر ما ترجعش للبراد. ها نتوما الكويورات ديالكم حسب الذوق، بغيتو ديروها صغيره بغيتو ديروها كبيره، انا درتها تقليديه كما كانوا الناس زمان كيديروها. هاد الملعقات الصراحه كيعاونوا في التقلاب، وتاد سكر كلاسي سبيسيال زوين. هانتوما تبقاو دورها هكا وتفندوها. نوريتكم غير الطريقه كيفاش تصيبوها حيت كاينين المبتدئات اللي كيبغيو يديروا هاد الحلويات. هانتوما دابا غادي نبدا نحطها في الطاوه. درت ليا ثلاثه ديال الصناوي، مع ضروري تخليو اتساع، يعني بلاص ما ندير غير جوج صناوه ولا واحد مزير راه دارت ليا ثلاثه. والفران ما تجهدوش عليها العافيه، ما كتبغيش العافيه، راه دغيا طيب 10 دقائق لتحت عاوتاني ملي طبنا لتحت نشعلو الفوق 10 دقائق الفوق. هي اصلا القرقيعه راه طايب ساعات ساعات. صافي كتبقاو تدورو فيها بحال هكا وتحطوها. انا بغيت نمشي معكم كاع المراحل باش حتى اللي بغى يديرها يديرها. الا كان عندكم شي سؤال ولا طرحوا عليا في التعليقات ماشي مشكل نجاوبكم عليه. صافي كتبقاو
كديرو ليها هكا كتشرب الطحين وكتبقاو تحطو هكا في الصين، وضروري تباعدو ما بين وحده والاخرى باش تخليوها تلقى فين تحل، حيت غادي تشقق وتحل فاش ندخلوها للفرن. وانا غادي نكمل البقيه، وغادي نجيب الكركاع ديالي اللي خليته للتزيين، وغادي نحط هكا الكركاعة ونبدا نضغط عليها. بغيتو ما ديروش الكركاع ما ديروش، خليوها غير هكاك وضغطوا عليها واحد شويه هكا بصباعكم باش تشقق لكم. ها انتم هكا صافي، هي سهله ولذيذه، ولكن غير خاص اللي يعرف يديرها ويصيبها، من احلى ومن اجمل الحلويات المغربيه التقليديه. صافي كتبقاو ديروا، زعما راه دارت ليا شي جوج طباسه ولا ثلاثه، يعني نص كيلو راه كيدير، وما تغلبكمش يعني كيلو راه غلبكم، خاص لي يعاونكم. ها انتما الشكل ديالها كيفاش جا قبل ما تدخل الفرن. هما دوك الكريكيعات درتهم حيت درتها غير صغيره. ها هي من بعد ما طابت، شوفوا الشكل ديالها النهائي، صراحه جات زوينه وهشيشه، والتشكل ديالها جا زوين، ما جاتش كتبان كلها مسكره، يعني جاوا فيها دوك التشققات باينين وتنفخات، والمذاق ما نقولكمش يا سلام. نتمنى تجربوها، راه ما كت زعما ما فيهاش مقادير بزاف، و الا تشهيتوها ديروها. ها هو الصين الثالث، وها هو الطبسي ديالي كنعمر فيه، هاني عمرته، شفتوا كيفاش جا، جات غزاله وهشيشه، زعما غير ديروها ما تعكزوش عليها، يعني الا كان جاي عندكم شي ضيف عزيز ولا شي مناسبه ولا شي عيد حضروها، وزعما راه كتحمر الوجه من الحلويات التقليديه. يعني اللي ما التصويرات يعني دارت معنا عن جد. نتمنى ديروا الوصفه وتعجبكم، والى فيديو اخر والى اللقاء.